السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أشرب بكم وأهلا وسهلا بكم ويانا وطور العياش اللي هو من الحجاز. أخواني الأعزاء، قبل ما أبدي، هناك دورات أونلاين للي يحب يشترك، طبعا 8 محاضرات شهريا بسعر رمزي. هذه الدورة الجميل بها انه تعلم العود عدة مراحل. ممكن في الشهر يبدي بأول مقامين، ممكن يبدي يعزف اغنيين، طبعا تعتمد على كثير من الامور اللي هي التمرين ومدى التزامه وعدم تسرعه، والغناء ايضا راح تصلح الطبقة مالته ويدخل بالمقامات. واحنا المدرسة العراقية معروفة بنا مدرسة معروفة، هي أولى المدارس طبعا، وأيضا نأخذ من المدارس العربية كغناء العربي الفخم حاضرين، مو فقط بس العراقي. يعني حقيقة أنا صح عراقي وعزف عراقي، لكنه البقية الغناء العربي حافظاني الحمد لله، وحتى من التركي. فاللي يحب يشترك موجود أسفل الفيديو رقم الواتساب، اللي يحب يراسلني. وهو دورة تكون 8 محاضرات مباشرة وياي طبعا أونلاين في الشهر. راح طبعا مثل ما قلنا في الدروس السابقة بأنه الطور العياش اللي هو من الحجاز، فراح يصير عندنا بدايته، راح يصير عندنا كالتالي. التالي هذا، لاحظوا، أو سيدي فازال نظر بازال نظر بازال صال وامي فا صال وامي ري. هنا ممكن ناخذ، راح ناخذ ممكن يعني ناخذ نهاوند نازي نازي أو تروح خارج المقام الحجاز، وممكن أنت بس على شرط أنه ترجع للمقام. صار طور الصب من النهاوند. فأخوان الأعزاء، مرة أخرى أشكركم وأشكر متابعتكم، وانتظركم بالدورات. وأيضا أتمنى أنه أعجبتكم هذه الدروس، ولا تنسون اللايك والاشتراك ومتابعة قناتي، وحاضر لمقترحاتكم. تحياتي لكم ومع ألف سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.